أدي صلى الله معتلات. إني ومن صلى الله معتلات. طيب قل لي شو جاي عبالك أنت؟ شو جاي عبالك؟ جاي عبالك خبز؟ أدي صلى الله معتلات. كتير. طيب جوعان ولا أنت؟ شو عم تأكل؟ قل لي شو عم تأكل؟ ناكل حشيش. عم تأكل حشيش؟ شو عم تعمل أمك؟ لا خبز. تعال بكره لما بتخرج هون. لما بتشتغل وعنا مستعفين الأرض. ودل العالم ما بتعطينا لحدا بتكبر. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات فاتت للناس. وانتم ما استلمتوا شيء؟ لا. لو استلمنا شيء فينا ما كنا اجينا لهون لان احنا خايفين ناكله.